أقيم في جامع العساف في منطقة الأعظمية وسط العاصمة بغداد وقاع الصلاة الموحدة تخللتها خطبة صلاة الجمعة والتي ركزت على المطالبة بفك الحصار عن الأطفال والنساء والشيوخ والفلسطينيين في قطاع غزة والمفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من تشرين الأول من العام الجاري. دعوت المجتمع دوره لإيقاف ولأخذ دوره في إيقاف الهجمات المدمرة على قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى هناك. ولتفاصيل أكثر ينضم معنا من هناك الزميل عمار غسان. بداية عمار، يعني مرحبا بك، ما هي تفاصيل الصلاة الموحدة لهذا اليوم التي أقيمت في جامع العساف في منطقة الأعظمية؟ هل من تفاصيل تذكر؟ نعم زميلي قصي، أوقف الحرب على غزة، هذا الشعار الذي انطلقت منه هذه الصلاة الموحدة في منطقة العظمية، تحديدا في شارع الضباط في جامع العساف. شيوخ جامع العساف الذين أقاموا هذه الصلاة الموحدة، صلاة وخطبة جمعة ومن بعدها وقفة احتجاجية لما يحدث في غزة من إبادة منذ يوم 7 أكتوبر، 7 من تشرين الأول وحتى هذه اللحظة. يعني لا يوجد إيقاف للحرب، لا يوجد هناك إنصاف للضحايا، لا يوجد هناك حديث وكلام. يعني خرج العراق، ربما العراق الأبرز بالوقوف ويعني التنديد والاستنكار بما يحدث في غزة وبعض الشعوب العربية أيضا، لكن لا توجد حكومات عربية حتى اللحظة اتخذت موقف لإيقاف الحرب على غزة. والصلاة اليوم تؤكد على إيقاف الحرب وإيقاف القصف على غزة وإيقاف الإبادة، خاصة وأن هذه الحرب حرب غير متساوية، يعني حتى بعيدة عن كل البعد عن الإنسانية وبعيدة كل البعد عن يعني الحرب الحقيقية والعادلة. قصف للأطفال وللمستشفيات وللملاجئ ولكل مكان يكون فيه يعني محرم، لا يوجد يعني لإسرائيل لا يوجد خط أحمر ولا يوجد محرمات، يقصفون ويستهدفون الضحايا. وهذه الوقفة جاءت بالمصلين كما تراهم من خلفي، لو زميلي محمد ينقل الصورة، أعداد كبيرة، المئات من المصلين وصلوا إلى مدينة الأعظمية وتحديدا قرب جامع العساف لأداء الصلاة الموحدة الجماعية التي تدعو إلى إيقاف الحرب على غزة. ويعني الآن هي خطبة الجمعة قائمة، ويعني سيكون هنالك أيضا كما قلت لك وقفة استنكار من بعد خطبة الجمعة، وحتى الخطبة تتضمن استنكار وتتضمن يعني مطالبات بإيقاف الحرب على غزة، وأيضا المواطنين يطالبون بإيقاف الحرب على غزة حتى الحاضرين هنا يستنكرون ما يحصل مع أيضا يعني ربما لا نستطيع. هذه من أمامه لافتات كثيرة محطوطة أيضا تطالب بإيقاف الحرب وإنصاف أهالي فلسطين وإنصافهم من الحرب القائمة عليهم التي يعني تسببت بضحايا كثيرين وب يعني من كافة الأعمار وكافة الفئات. وهذه الصلاة من بعدها كما قلت لك ستكون هناك وقفة أخرى احتجاجية مطالبة بإيقاف الحرب على غزة. طيب عمار، بعد هذه المطالبات والوقفة الاحتجاجية في منطقة الأعظمية بعد الصلاة، هل ستكون هناك يعني مسيرة استنكار، مسيرة احتجاجية للعدواني على قطاع غزة؟ يعني هل هناك لربما ستكون هناك مطالب سترسل إلى القائمين حول هذا الموضوع؟ إذا ممكن قصي تعيد السؤال، الصوت ربما بعد هذه المطالبات والمطالبات سألتك زميلي عمار، والوقفة الاحتجاجية في منطقة الأعظمية قرب جامع العساف والذي يقع من خلفك، هل ستكون هناك مسيرات استنكار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني هل هناك يعني مطالبات أو توصيات للجهات ذات العلاقة المرتبطة بذلك؟ لكن سمعت أنه بعد هذه الوقفات يعني من بعد الوقفات دائما يعني اكثر من مره في مدينه العظميه هناك وقفه احتجاجيه، لكن لا الدول العالم ولا المجتمع العربي ولا اي شخص استجابه الى تلك الوقفات التي تكون دائما في العظميه وفي مناطق كثيره في بغداد وحتى لدى الشعوب الاخرى والدول الاخرى. هناك وقفات واحتجاجات واستنكارات ولافتات ترفع تطالب بانصاف الشعب الفلسطيني وايقاف الحرب على غزه، لكن اي اجراء لم يتخذ واي استجابه لم تكن لا من المجتمع الدولي ولا من الأمم المتحدة ولا حتى من أي أحد. الحرب مستمرة والإبادة مستمرة
أو الحرب كما قلت لك هي غير منصفة وغير عادلة ما بين فئتين غير متساويتين نهائيا، ناس عزل أو ربما يحملون سلاح بسيط، وبين يعني دول تدعم الكيان الصهيوني لمحاربة هؤلاء الأبرياء وهؤلاء المدافعين والمرابطين في أرض فلسطين يعني الدفاع عن أراضيهم وعن أرضهم وعن أهلهم. بغداد زميل عمار غسان بالقرب من جامع العساف في منطقة العظمية، من هناك شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.